معكم حازم فوزي، رئيس شعبة التدخل المبكر في مركز دبي لتطوير نمو الطفل. احنا حاليا في منطبق عملنا لنا جلسات ركوب الخيل للأطفال من أصحاب الهمم. عادة سير الجلسة بيكون 5 دقائق، هي عبارة عن تهيئة للطفل، 30 دقيقة برامج وأنشطة هادفة، ونختتم الجلسة بخمس دقائق للنزول على الخيل. حاليا استفاد من هذا الموسم السادس البرنامج 20 طفل. أوجه الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي وإدارة الخيالة ومؤسسة دبي للإسعاف.